اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد بحال ديما. عندنا فيديو ديال ام 309 تيست رايد اللي شحال هذه ما حطيناه فلاشين. دري صاحبي عاد شنو الموتور ضروري خصنا نسيوه. المهم موتور اللي خطير اللي ما ننصحش به شي واحد عاد بادي ولا شي موتور اللي اغريسيف. نتعرفوا على الموتور عن قرب باش نديروا به واحد تيست في وسط المدينه ونشوفوا هذا الموتور هذا ونعطيكم التقييم ديالي عليه. يلا بقوا معنا بعد الانترا. بيس. اولا غادي ندوزو بعدا نصلو الموتور بحال العاده. كورنيطا كيعطينا الموتور مقلق عامر بالوسخ، خصنا ندوزو نغسلوه نضربو له شي غسيله باش ندير له شي سينيماتيك مزيان وعاد نتوكلوا على الله. نبداو في التيست ديالنا. A few moments later ضربنا غسيله للموتور ولا جديد تبارك الله. دابا غنمشيو شي بلاصه زويونه فين ندير له السينيماتيك. خوتي نقربوا للطابلو ديالو نشوفوا كي داير. المهم الطابلو اللي سهل ما فيهش شي حاجه اللي معقده. فيه بوامور فيه البولانيه ديال الفارد السينيالات ديال الزيت تشيك موتور. فيه هنايا المويان ديال ليسانس اللي تاكل. فيه الا بدلنا تلقاو. المهم المتوسط هو هذا 5.8 حيت المدينه هنايا اللي كيعطيك فاش كتكون غادي دي غير التور يعني من هذا الفيدونج. موتور اللي ضرب مسج جديد ضرب 26000. فيه لي مود اللي تنبدلهم بهاد البوطون هنايا. فيه مود ستوندار ومود ا ومود بي. هاد مود ستوندار هو اللي عادي بحال باغي الماطر. مود ا اللي ما تنصحكمش به ومود اغريسيف ومود بي شي واحد عاد بادي ديبيطون ولا شي حاجه. المهم كيبغي ينقص الموتور شي شويه تدير هاد بي هذا صافي. هادشي اللي كاين الساعه الموتور. في واحد الحاجه اللي زوينه اللي ماشي مقارنه مع 800 ديالي ما كاينش فيها هي هاد تتبيل الكري رابور. واش غادي بروميان دوزيام تروازيام يعني بلا ما تشري له نتايا ديك البياسه وتلصقها ولا شي حاجه. هادي حاجه زوينه في اليماها تديرها في الموتور ديالها. وهادشي اللي كان خوتي. المهم داكشي الاخر بلا ما نكلاكسون هادي بلا ما قاعد هذا في الديماراج فيها ما فيهاش بوطونه فيها تدير هذاك. هذا هو الديماراج يعني شي بحال على الموتور. ماكينه سي بي 3 يعني فيها 3 ديال لي سيلندر. كروس بلان. الكروس بلان خصكم تقلبوا عليها في يوتيوب باش تعرفوا شنو كتعني. يعني واحد السيستيم ماشي بحال كاع الماطر. كاين عندي ماها هادي ديال بو يوشيمورا واحد البوليفيسوي زويون تبارك الله. هادي اخوتي بدات البرودكسيون ديالها في 2014 اللي كيكون فيها كادر كري. هادي 2015 فيها كادر كحل و 2016 فيها كادر كحل وزيد فيها ترانكشن كنترول. هادي حد 2016 كنفوتو 2016 كيتختلف عاوتاني كيتبدل لوبتيك. لوبتيك تيولي فيها داك لوبتيك اللي فيها جوج عوينات عاوتاني تيتلقى عاوتاني زايد فيها الكويك شيفتر زايد فيها الابي اس. هادي ما فيهاش الابي اس كاينه في 2016. المهم اخوتي الدقه الاولى الموتور غير تاكسيري فيه تيبغي تهز غير بوحدو فيه واحد لاكسيليغاسيون بوحدها. واخا هو فيه 115 ديال الخيل و 800 ديالي فيها 113 ديال الخيل. هذا فيها واحد ديبار اللي خيالي واحد ديبار اللي ما كاينش كاع واقيلا في كاع الماطر. تتكسير غير شي شويه تتحس الموتور تيبغي يتهز من القدام ديالو. علاش؟ حيتاش موتور اللي خفيف يعني موتور اللي مجهد وفي نفس الوقت البوا ديالو
ناقص يعني البوا ديالو فيها شي 180 كيلو هادي ولا 183 ما فايتاش 183. النوفو اللي فيها لوبتيك 2017 فيها 190 على ما تنظن ولا 190. المهم هذا واخا 190 180 راه فرق كبير. الجبل 230 اللي عندي في 800 يعني موتور اللي خفيف. هادشي علاش تيفضلوا صحاب الكابراج وصحاب التقصار، حيت الموتور اللي خفيف كتلعب به كيما بغيتي. واو 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 تبارك الله. دابا خوتي هادي هي ستوندار، ندوزو للموطا كتشد غير المبرياج و تدوز ناري. دابا موطا ناري واو، تتحس بحال الموتور زاد فيه واحد جوج عودان شي جوج حمير. تولي بحال بحالك شي مود سبور في الطوموبيلات. الماطر تتلقى فيها مود ا آه مود بي. المود ا راه تيولي تيخلع الموطور صاحبي. المشكله دابا انا مولف الابي اس، هذا الموتور ما فيهش يعني كاين شويه ديال الخطر. باش تكسيري داس بحال شي واحد تيجبدك اللور باش تلقى شي دجاج كيدور باش ما تطيرش. الناس اللي عاد باديين اللي دوز شي موتور ماشي شي حاجه وبغي ينقز شي المكزور هنا راه مجهد شي شويه. المهم خصك تكون شارب عقلك ولا شارب الباك كما كنقولوا مزيان باش تجرب هذا الموتور هذا. داك الشيء خفيف تتمقز يعطيه اتساع، يعني يعطيك واحد الزعامه اللي خايبه واصل غير شي حاجه. راه امتيزروسات راه قتلات الناس الله يسر. نجربوه في الهزان نشوفوا الموتور شي تهز بومير بلا ما نجربوه. هذه انا موطئه راه باينه بلا ما نبرياش نقول لكم. ها دوزيام تروازيام ما غاديش نشارككم الفيديو مزيان ولكن راه الروده تتهز على الارض. بلوميان دوزيام تروازيام تيتهز كاتريام. لما قال لي مولاها خصها لومبرياج باش تكابري بها باش تهزها. يعني صحاب الكابراج تعجبهم هاد الموطور غيعجبهم من السات يعني متي كامله. وحاجه اخرى اللي متي 09 راه نفس الماكينه ديال التراسر. عرفتي تحس براسك راك فوق واحد الموطور اللي ما يمكنش. دابا هنا غنرجع الموطور غادي يبان لي ضعيف. الموطور ديالي عاوتاني كاتسيلندر راه كاين فرق عاوتاني. كل واحد عنده المميزات ديالو، هادي المميزات ديالها بزاف. يعني الحاجه اللي مزيانه فيها هي الديبار، يعني هاد التقليعه وهاد الاخر زايد على 800 ما تتقارنش معاها. حيت هذا كاتسيلندر وهذا غير ثلاثه يعني باين غادي تكون يكون تورك طالع حاجه طبيعيه. هذه الطوب سبيد ديالها 230 موتور ستوندار. يعني نديرو لاستاج لاستاج تروالا. دابا خوتي غادي نجربو الموط بي. الموط ا جربناه تيبغي يطير بينا خصو غير الجناح كنشدو لومبرياج ونديرو موط بي. دابا هاد الموط بي هدا كتحس بموتور بحال اللي عاد دابا ولا بحال الموتوري تقريبا. مبقاش داك ديك الخطفه اللي تيخطف شي شويه. الموت عارف تحس غير تتقيس غير تتقيس خصك تهدو شويه تحس براسك تترجع للور. هادي شويه الموت بي شويه سكسيلي مزيان عاد باش تديرها. يعني الا كنتي عاد شاري موطور خصك دير موت بي حتى تولي الفوق عاد طلع ستوندار ومع الوقت دير انا بغيتي. نرجعو ستوندار ديالنا بي حسيت بها بحال شويه ناقصه. دابا خوتي تشوفوا مع الموتور في الزعام وتشوفوا واش مانيابل شويه ولا لا. هاد الخف اللي فيه راه خصو يكون خفيف يعني حتى في الزعام. كل ما كان الموتور خفيف تتلعب به كيما بغيتي. وخصو يكون ماشي خفيف، يكون خفيف ويكون الثقل ديالو هابط الارض شي شويه ما يكونش طالع. يعني موتور اللي واخا 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 فيه جهد وخفيف وداك الشيء راه مانيابل يعني حتى في المدينه زعما تحرك به مرتاح في الزحام ما عندكش مشكل. وغنهضروا شويه على المشاكل ديالو. اي موتور كيما كان زوين غادي يكون فيه شي حوايج اللي خايبين. هذا الموتور هذا فيه كيدونا شي شويه. الناس اللي مجربين يعني موتور فاش تجري به شي شويه مجهد الا ما كانش فيك عندك ديك المونتيسور ديال الكيدون او ديك البياسه سميتها الا ما كانش عندك شويه تحس بالكيدون تيبقى يتزعزع
حيت حتى الكيدون ديالو شويه راه كاين ما شفتو عريض. يعني الكيدون كون ما كان كبير مزيان في وسط المدينه وباش تقاد يعني في الزحام وداك الشيء، ولكن يعني في الطريق الطويله تيسبب مشاكل شويه. ومشكل الثاني هي السسبونسيون ديال اللور، يعني دوزيام بلاص الا ركبتي فيها تبقى تحس براسك تتلعب طيطوشه تطلع وتنزل. والمشكل الثالث اللي ماشي هو مشكل في حد ذاته هو هذا الموتور، حيت مجهد يعني فيه الجهد وهو خفيف هذا في حد ذاته مشكل. يعني الا ما كنتيش شويه تسوق مزيان راه غيتسبب لك في حوايج خايبه. يعني خصو يكون رد البال مع هذا الموتور هذا. المهم حوايج اللي ماشي شي حاجه، يعني الموتور بصفه عامه موتور اللي مزيان، موتور اللي مخير في الفئه ديالو في الروستر. النقيض ديالنا عليه انا تاو 9/10، يعني من الاحسن لي رودستر اللي كاينين دابا. راه كلشي ولا تيديرو تقريبا موتور اللي من اللي محتل مراتب الاولى في المبيعات. الكونسوماسيون ديالو متوسط، يعني تياكل ديك 5.6.8 على حسب انت والسوق ديالك اللي دابا راه يعني عادي مزيانه. وشنو اخر بغينا نقول على هذا الموتور؟ الثمن، الثمن اللي كلشي تيتسنى عرف الثمن شحال واصل. هذا المهم الثمن ديالو تيلعب بين هاد الفاز تتلعب بين ما بين 78000 درهم وديك 86000 درهم هكاك. تيبقى لنا الكافراج اللي ما غنزعمش الكافري به، نعطيه المولاه نعطيه الكاس يبرعكم في الكافراج عاوتاني، ندير لكم شي لقطات ديال الكافراج. يلا من مورا هاد لقطات الكافراج مع ورنيطه غادي نرجعوا باش نعطيكم الخلاصه ديالي على الموتور ووجهه النظر ديالي انا، واش موتور اللي سهل الثمن ولا لا. يلا نرجعوا من بعد. خوتي عدنا، خليتكم مع هاد اللقطات اللي بغا يقتلنا بالصوت. المهم كما شفتو الموتور اللي ديال الهزان ديال الكابراج ديال هاد المسالة كاملة. دابا ندوزو للمعقول نشوفو واش موتور اللي يستاهل الثمن، موتور اللي يعني كيما قلت لكم في الفئة ديالو في الرودستر. هذا داير 78 حتى 85 86 800 اللي عندي انا حتى هي يعني نفس الموديل حتى هي، راه هذاك هو الثمن فين كاينه فين تتلعب. شي شويه هذه زايده حيت هذه ل 2017 ديالها و 18 داك الشيء راه واصله ل 10 ونص، يعني هذه طالعه شي شويه الثمن ديالها، ولكن تستاهل تستاهل المقارنه مع هاد الامتيازات اللي فيها يعني وهاد الجهد وهاد الشيء. يعني موتور اللي يستاهل. زايده على الامتي 07 غير في الجهد وزايده في لي مود. الامتي 07 راه كنت درت له واحد تيست رايد نخلي لكم هنايا. انتوما كما شفتوا يعني في السخونيه راه سخون الحال، وموتور 78 في السخونيه مخير. كنت 800 ديال غتسخن شويه على هكا. خوتي المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى نكون عطيتكم المهم واحد وجهه النظر خفيفه ظريفه، يعني نكون فتكم في شي حاجه. لو كنتي باغي تشري هذا الموتور هذا هو مول الموتور هرنيطا. انت يا دابا اللي موتور شحال عندك انا مسيه غير اليوم، شنو تقول للناس على هذا الموتور هذا؟ كنهارب ليه ولكن ما نسليش هذا الموتور درتي. درتي عقلك ترزنتي عليها راه شافوا اللقطات. المهم اخوتي موتور اللي سهل الثمن، موتور اللي واعر واعر بزاف، غير هو الا كنتي عاد بادي ما يصلح لكش. دابا درنا لي تي 09 مازال جايه اس اش 300 ديال حذيفه والرابتور ديال نسيم. قولوا لي في الكومنتير شنو الموتور اللي تبغيو تشوفوا موراها، اس اش 300 ولا الرابتور 700؟ هو ديال هذا الفوكوس هذا. يلا اخوتي خليو لي لايك ديالكم لي كومونتير باش طلعوا لنا الفيديو شي شويه، واللي ما دارش سبسكرايب يديرها، ونتلاقاو في فيديو جديد. بيس اند لوف.